مازلنا في قضية سامي الفهد. مرحبا بكم قبل كل شيء في عالم أمين. 29 جانفي نهار الأربعاء اللي فات خرج قرار الإفراج على سامي الفهد، وبرشا من الناس استنات سامي يخرج من الحبس، وهذايا اللي ما صارش. باش نعرفوا في الفيديو هذايا شنو اللي صار وعلاه سامي الفهد ما خرجش. كما قلنا، محكمة التعقيب خرجت إفراج على سامي الفهد، وسامي الفهد باش يخرج من الحبس. محكمة التعقيب أعطت قرار ولا أعطت أمر من النيابة العمومية أنها تبعث مع بطاقة سراح لسامي الفهري في الحبس اللي هو حبس المرنقين. النيابة العمومية عملت هكذا، ما زادتها بطاقة إيداع أخرى، معناتها باش يعاودوا التحقيق مرة أخرى. وبرشا من الناس حكيت مع المحامي عبد العزيز الصيد و سونيا الدهماني ومير قصوري، الكل قالوا الاجراء هذا ماهوش قانوني. المفروض سامي الفهري يخرج من الحبس على الاول، وبعد يعملوا بطاقه ايداع اخرى، وسامي الفهري يرجع للحبس وترجع الابحاث. حسب ما يحكيوا الامر هذا ماهوش قانوني. بالطريقه هذه معناتها سامي الفهري قعد في الحبس حيث ثم بطاقه ايداع اخرى، والابحاث باش ترجع من جديد. شنو باش يصير توا في حكايه سامي الفهري وقضيه سامي الفهري؟ انهم باش يعاودوا الابحاث. دائره الاتهام باش تتغير، معناتها اللي حكموا بالفراج على سامي الفهري باش دائره الاتهام باش يعوضوها بناس اخرى، معناتها وباش يعاودوا الابحاث مره اخرى. والعملية هذه تحب لها وقت، كما قال سونيا الدهماني جمعة جمعتين شهر الله أعلم، ويعاودوا يبحثوا في الأمر ويشوفوا سامي الفهري باري وإلا مذنب. وآخر مع الأخبار أنه سامي الفهري وضعيته النفسية متعكرة، حيث خلى في باله باش يخرج لكن ما خرجش، حيث كما قلنا النيابة العمومية أصدرت بطاقة إيداع مرة أخرى باش تعاود الأبحاث مرة أخرى. هذا جديد في قضية سامي الفهري، وإحنا نقولوا كانوا أذنب وعمل حاجات باهية وسرق وكذا فيتحاكم كيما الناس، كانوا بريء كذا يخرج من الحبس. إلى اللقاء إن شاء الله في حلقة جديدة من عالم أمين. إلى اللقاء.